بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على الطاعة وابعد عنا كل معصية يا كريم يا ولينا في كل أمورنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على أهل البهتان. يقول ربي: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هنا. توسع الله سبحانه وتعالى، هذا مقبلك. يقول: من الناس من يجادل في الله بغير علم. هنا لا، زاد الآية، زاد أضيف لها في الآية دي الآية الثامنة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. وكان جيد لو برون فير لو فري سونس دو سيت في لا et le vrai sens d'unicité de Dieu. ومن الناس من يجادل في الله، كل الكلام مش موجود ولا خلق وترك. كيف الشيء خلق ويترك؟ اللي ترك مش يبقى مخلوق، يبقى يصير فيه الحياة ويكون مسؤول؟ أبدا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وين الكتاب؟ التوراة نور، التوراة والزبور والإنجيل، وحبوا مع القرآن. هنا مع القرآن مستحيل باش تمسوا بأي شيء، لا في حركة ولا في حرف ولا في لفظة ولا في جزء من الجملة ولا جزء من السورة ولا ما جرى. ولهذا ربي هو قهر وبحق قهر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفي أو راهم احنا يجادلوا في القرآن، يجادلوا في سنة الرسول الإسلام عليه السلام. راهم الناس كلهم من المغرورين، من المكبرين، من المستكبرين، باش كيما تقول انت يسحروا الناس اللي هما ما كيفهم حد، هما في القوة، هما في سلطان دائم في حال أحسن الأحوال. وأنا مجرد كله بهتان، كله تمثيل للتغرير بالإنسان والجان. نسأل الله السلامة. من يقول اللي الجان معناه ترك الإنسان أي إبليس، لأنه الإنسان فات إبليس، قال أنا مش قاعد نعمل آية نخرج منه يخليه يخدم خدمة خير مني أنا. هذا كلام تخيل، لكن اللي أفضل في التصديق هو كلام المولى الذي لا يقول الحق وهو الحق والسلام.